فالقائد الميداني محمد العريك. سيد محمد، مرحبا بك، ولو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في مختلف جبهات القتال. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. حياك الله سيدي الفضل، وحيا الله مجاهديك الكرام. نعم، تشهد الآن محاور إنذار القتال بين قوات بركان الغضب مع الميليشيات الغازية التابعة لمجلس حرب حطر. والآن يعني إلى هذه اللحظة يعني تحافظ قواتنا على كامل تمركزاتها، وتمت إعادة أغلب التمركزات التي أخذت منها الأيام الخمسة الماضية. والآن قوات العدو في تقهقر وانهزام على حصيلة اليوم، يعني في المشروع، منطقة المشروع، حدث اقتتال في صباح اليوم. نعم. ماذا عن بقية المحاور سيد محمد؟ هدوء نسبي، إلا أن قوات المدفعية ببركان الغضب تستهدف تجمعات لميليشيات حفتر، أي تحركات لميليشيات حفتر. والآن سوف يكون الرد قاسي، يعني وربما يسمعنا البعض الآن من مدينة طرهونة ونتكلم مع كان يوجد بها عقلاء هذه اللحظة، نخاطبهم قائلين الآن بالسن والعين بالعين والذي أظلم، يعني إن حينما يتم استهداف المدنيين بالعاصمة سوف نرد على هذه التجمعات وهذه المدفعية، وإن كانت داخل طرهونة سوف نرد عليها. نعم. نعم سيد محمد العريك، بما يحدث خصوصا في شرق مدينة مصراتة، ما لديك من معلومات؟ شرق مدينة مصراتة لا يوجد أي اختتال، وإنما هو الحفاظ على التمركزات، ناهيك عن يعني رصق المدفعية فقط لا غير يعني. نعم، أشكرك سيد محمد العريك، القائد الميداني بعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.